مش الراي لان عندي ناس غيره. حلو زويل يريد يبيع البعير. كضيته. روح شو تجي تسوي؟ ما قال لي جاي تسوي؟ تروح ماله خلاص. خالي 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 هذا بعير ياكل له خمسه، اقول لك الصبح وكلته خمسه طلع الكربله وجهه. شنو هاي؟ اي تضحك علي يا شاب تكذب علي. وشنو خالي احترم نفسك شنو ضرب؟ عشان تستطيع بسعر. لا خالد 500 قليل. قل لي انت شراي لو مو شراي؟ والله شراي راح اشوفه. هو خالد شنو تجي بعد ثلاث مره تجيب لك سياره حتى تصعده وتروح؟ مليون مليون جيبوا له. خالص تحكي صديق انت؟ وامير المؤمنين اذا قلت له عندك كسرك بنت صديق انت ولا تشاقه؟ اقول له وحق ربك ربايعه، اقول له ادخل الفقر مالي ايش بيه؟ هذا بركه وصراحه. وهو غير هدي ما ينباع. دامك يا خاله هديه ما ينباع، وين يضرب يا ابونا يفرحن بها احنا؟ اسكت. ها باعت شو يا باع؟ ايه اسمع. يقول ها يقول ها. اي جاوب سولف وياي تفهمني باع حبيبي. اسمع هسه شوف ما احترم باع. قلنا احترم شوف ما جاي احترم. لا تبكي يا اخي يلا ما لا. زوين سويت حرقه قلت لك راح يصير رفس زوين جبت الحجي. لا والله زين وين جبت هاي العارف؟ جبت الوادم. اظن الوادم شرايه يعني يلقن. يا قلنا وديك لامك. يلا صعده صعده صعده. وين؟ راح اقول لابوي شفت العالم لا تفشلني شوف ماكو فلوس. هذا الزلمه جايب ابوه شوف ما يصعد اذا ما يربطونه ويشيلون شيء ما يصعد. شلون هاي؟ هاي ترى نص ربطه يقول ما يصعد الا ربطه. اعطيني الفلوس باللي تعرفه. ها؟ اعطيني الفلوس باللي تعرفه. اعطيني الفلوس باللي هذا شهرنا شهير وانا عند ابوي مريض ما يقعد. استعجل. ازوي انت غلطت الزلمه خلص خلص عمي شنو هاي ما انا قرا يلا قوم اصعد ولك لا ما تطلع ها عمي بعد انت صعدوه واخذوه عمي بعد صعدوه واخذوه بالعافيه يعني يتربى بعشكه ابو الشام بس محوس والله محوس نفسي مشتاق لك خطي راح يروح هسه انت على مود فلوس بعت البعير عوزت ليش ما قلت انا من بعته صحتنا ولا تسكت كل شهر مش لاقيت تشوفوني يا مش لاقيت اسمعني وين تروح من حيدر اليوم؟ قلت لك رفس البعير شرق 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 اشتاقت تجموني كريم زوين باعه والله ليش تبيعه؟ بيش بعت شرق اقول لي فضحني اعطيني فلوس متاكد شرق ايش اقول لك شرق؟ يعني شرق ما بعته شرق وين هو؟ ولك جمولي جمولي ولك اسوين جمولي ولك تعال كيف الواد السوداء على الجمل سؤال اطرقع اسوين وعلي قوم كفى شبيك ما احتياك قوم كفى الواد ولك جمولي يلا يلا قول يا الله قول يا الله يلا تشابع شو تسوي يا ازوين بس قل لي للطايم بعت البعير ليش؟
مو هذا هديه ما ينباع. عندنا ابن ضميري. ها؟ عندنا ابن ضميري. زين راحت. زين وين تروح؟ قلت لك رفوسي اليوم. هو انت تحصل لك طقه طقتين، سرازي سرازي، عقال عقالين، نعالي نعالي، 500 بتجي. فضحتنا انت راح يقعدون اهلك، شو ترى؟ ماكو ماكو شو ترى؟ اروح ابيعك، اروح ابيعك وراه. ابيعك وراك؟ لا ابرز المقال تعال ابيعك. لا بعد واحد اسكت لا ابيعك. بعد واحد يلا اسكت لا تحكي. اي عافيه عليك. طيب فلوس الطي. اسكت. الطباع بيه خطية كريم، الطباع بيه سوى نفسه. تتذكر حركاتي؟ مني يصيح. السلام عليكم. هذا عندي ابن عم البعير تشتري؟ لا بعد ما اسكت. خلنا ابيعك اسكت. لا راح ابيعك. لا راح ابيعك. لا انت مو مؤدب خلنا نبيعه بعد ما اسوي. ايش قد يجيب هذا البعير اصلي يفتهي مليون مليون يلا يلا خلنا نبيعه ربط عليه وربط اسكت يلا شو حد قاعد عاقل عفوا عيروا علي اشتاقيت لي ايش ما اشتاقيت وذا سراويك معجون احمر اشتاقيت الجمولي وذا المعجون اشتاق الجمولي اذا معجون على بجمولي ابد ما احب الخباثه شو حيدر اخوي ساكت عن الموضوع شنو بروان هاب صدق كذي بنايم شفت زوين السوى لو ما شفته شفته يعني وساكت ايه شفته اخويا خلي هو زوين وصل له سلام قل له سلم عليك حيدر زلمة جاب لنا هدية وبعدها ما ربط مكان البعير وخلي لي الكل يلوش كثير لك الله اذا ما احرقه اخبزه خبزه موت اليوم يا بقول يا الله ستة توقات رجع ويرجع عني هذا روان قوم صح صح يلا قوم كافي اليوم كفيلك العباس احكي صدق زوين خلي رجع البعير كفيلك الله اسوي بعير خلي رجع البعير بعير خلي رجع البعير مو مال زوين خلي رجع للسل هذا يلا هسه لنا مشكله وانت امشي منا يلا شاش العلاقه والله ما سدنتوا الا انتوا انتوا سجاد انا شعليه بلك عمي خلينا نطمر هسه انت ضايج قاعد تضايج لا ضايج على البعير زوين كفيلك الله من ساعه تقوم اسمع عندي شغل وما اسمع عندي شغل وما رحت كفيلك الله من اقوم لك زوري من لك فق اذا ما اموتك تموت الا كل شيء مارتي خلي روحي رجع المن باع من جاب لنا هذا الوادي باع لهم زوين جاي تسمع رجع البعير قوم اسمع هسه تقوم قوم قوم هاي انت شو صار وين مدلغم صور اليوم خلي رجع البعير يا ولا شيء مثلا خل شوف وجهك اللي بدأ أول تمزجانا طلي باعة سكت نار طينا مك يا أخي إيش تسوي البعير هسه ضايج علي ولك عمي بعير جانا هدية قلت أذبحه لا وجه الله ولك عمي شو تصور إيش ترى تخلص يالة البعير والله ما أدري كفيلك الله أربط زوين طفينا الكهرباء كريم حواس فوقي راح نقول له تعال سوي الكهرباء ترسل ترسل كلش كلش زوين جاي بالبونية والله خلنا نشوف شو راح يصير بكريم لا 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 أكثر من مكان أي أي عاشت إيدك لا تلم لا تلم طش طش ترى زوين طولتها والله العظيم نصيح للواحد خلنا تجيب شنو نصيح لك الواحد نصيح الواحد كريم كريم صحيح كريم على السريع الكل أب كريم أبو وجعان فوق مشتغل الكهرباء وجوه طافية تعال اي موجوده بس هنا تعال جاي نشتغل بيها تعال نوب لا ابوي ولا امي ما حد يعرف هذا البيت الجديد ما حد يعرف ليه ايش سووها يا بس انا تايب اكل بس تعال تايب راح من امك بس كثر اخي تايب زوين طيب كذا يا كريم بس ليش ما تكذا يا بغير جاي اضوي لك كذا كذا يا اخي تعال كم ضياع دخلني بس وقف لي والله هي وينها هذا لا دخلني بهذا اللي بجوزها غير تجيب لك تياب زوين لان لا لا خاف على كريم عمي عوفه سويها لا يا شنو عوف كريم عوفك يضل هو شنو ولا بس هيك يعني انا راح ادعم بس هيك يضل اي انا كذلك يا هيك جيب جيب انا كذلك يا جيب انا لا يا اخي كريم تعال يا بهي بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن شو راح تذبحين تجيب بس حار وبارد كريم لا يطبق دير بالك دير بالك كريم اقول لك دخلني قول يلا عجل ابصدك كذي بس رميت شنو هاي التفلة ها شني ها مش فيك كافي 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 شني
كافي عم تعبتوني كافي تعبتوني بارحة سلاسة بيتشاي اليوم طاكيتوا الكهرباء عليني باكر عقبة تحركوني بحالي تحركوني باكر تخافي يومكم خافي يومكم تعال ورا تعال باخر بارح بيت بختار تعال بالحسين اللي روح لبوي في بالك لا لا يلا يعدك يعدك والعباس راح يوقف قبل اللي قال اللعبه اللي قال اللعبه الا قال لعبه اللي قال لعبه الا هلو 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 هي ايش هذا اه